أشرف المرسلين، أنا بدوري أرحب بالمتتبعين والمتتبعات وخصوص المهندسات والمهندسين، وأتمنى للجميع صحة كاملة وصبر طويل للتغلب على هذا الوباء وهذه الجنيحة. تنشكر سي أستو على أولا على الاستضافة، ثانيا على عقد هذه الدعوة عن بعد، وثالثا على طرح السؤال. لكن الحقيقة الإجابة ليست بسهلة، ولكن سأحاول كما حاول الإخوان من قبلي يعني إعطاء بعض التوضيحات. ولكن إذا سمحتي قبل ما نجاوب على السؤال، بالنسبة للمتتبعين النظرة الشاملة على النقابة ليست بكاملة، لأن مجموعة الأسئلة تحطوا ما كانش الإجابات، لأنه الإخوان دخلوا مباشرة إما في الأنشطة إما في التكوين، ولكن ما دخلوش في التركيبة. لو سمحتي لي أسير دوان باش نجاوب على ونعاد نرجع الجواب ديالك على السؤال، غادي نعطي بعدا إلا بغيت تقول شنو يمكننا نديرو كعمل من بعد هذا الوقوف، شنو يمكننا نديرو كعمل مستقبلا، وفي نفس الوقت نسرد الأنظمة ديال النقابة كيفاش مركبة، لأنه لحد الآن حتى واحد من الإخوان ما دخل في هذه النقطة. وباش نجاوب على هذه الأسئلة ببساطة، غادي نشارك معكم واحد عرض بسيط إلا سمحتوا لي، عرض بسيط التي يدير الخطوط يعني اللي يمكن يطرق لها المهندس مستقبلا في هذا الإطار هذا. دونك إلا سمحتوا لي نبدا بعدا شنو هي الهيكلة ديال النقابة اللي هي كانت أصلا يمكن تبقى مستمرة مستقبلا، لأنه النقابة ما يتخلقات إلا باش تستمر، لأن أي كائن تيتخلق وخصو يدوز من المراحل ديالو بعدا، غادي يمكن نقول نكونو بنا نستغناو عليه، هي تخلقات النقابة إلا بغيت تقول لظروف، الظروف لحد الآن مازالت موجودة لحد الآن، ظروف الخلق وظروف الاستمرارية والتطور لا زالت يعني قائمة. كان الفراغ النقابي لحد الآن مازال الفراغ النقابي، لأن المهندس يعملون في جميع النقابات، يعني هما يؤطروا النقابات الأخرى، النقابات الأساسية، فالمؤطرين ديالها مهندسين. وحنا قلنا بنا خلقوا واحد الإطار اللي هو تابع للمهندسين اللي هو نوعي، والهدف ديالو راه قال لهم لا سي الداودي ولا سي العيس. الهدف الثاني هو الدفاع على الهندسة والمهندسين والحقوق ديالهم والعمل ديالهم، وإبراز العمل، إبراز يعني الدور ديال المهندس وتطوير الهندسة، وفي الأساس هو تطوير الوطن. لأنه وهاد الجنيحة تتبين لك بأنه الدور اللي يمكن اللي يلعب المهندس لا من ناحية ديال التكوين ولا من ناحية ديال الإبداع ولا من ناحية ديال إلقاء الفنون، فهو من اختصاص ديال المهندس في جميع اختصاصات ديالو. واللي يمكن اللي يدافع على الحقوق ديالو هي النقابة، واللي يمكن اللي يطور المسائل ديالو هي النقابة. النقابة لا زالت يعني إلا بغيت كائن لا زالت قائمة. ويمكن تركيز الهيكلة الأساسية للنقابة في مالي كاين فيها عندها المجلس الوطني، وعندها المكتب التنفيذي اللي تنقولوا فيها الرئيس ديالو، فيها اللجان الوظيفية واللجان الإدارية ومكاتب القطاعات والجهات. الرسالة ديال النقابة هي الدفاع عن حقوق المهندسين المغاربة ورفع المستوى الهندسة الوطنية تكوينا وممارسة وآفاقا وتنظيما. ومن هنا تجي يعني الهيئة الوطنية المهندسين المغاربة اللي خصها دائما تخرج لحيطو. الرؤية تعيش هي النقابة وتطور الدفاع عن الهندسة الوطنية وجودة التكوين الهندسي العمومي، وعلاش لا حتى الخصوصي في إطار دفاتر التحملات اللي تكون واضحة، اللي تكون نظرة واضحة، لهذا يمكننا نسوي ما بين جميع التكوينات لأنها كلها تخدم الوطن مع الشركاء في بناء النموذج الجديد، نشاركوا حتى احنا في النموذج الجديد بما يحقق النمو في المساواة والحقوق. المبادئ والقيام، ما المبادئ تبنت عليها النقابة هي الاستقلالية، خصها تبقى مستمرة، الروح الفعالية والحضور المستمر، وهذا وقع فيه واحد التلاشي شوية اللي قال سي العيسي فيما يخص المرحلة الأخيرة، الحفاظ على التعددية يعني النقابة ديال الجميع والتيارات والتخصصات والأجيال، وهذا هو حتى وطرق ليه السي العيسي في الأخر أنه فعلا حنا ما حبناش على الأجيال، وما وبعض الخطرات حتى التعددية والحضور النسائي
غير موجود اكثر فيما يخص العمل النقابي، الا في ذلك التنظيم الاخير اللي كان ديال التكوين المهني اللي كان الحضور النسوي فعلا في مستوى ديال الحضور الرجالي. والاستقطاب الاستقطاب لابد منه، والانفتاح على اكثر المجالات، ما يبقاش الانسان حاصل في المجال الهندسي اساسا، المجال الهندسي الشركات الهندسيه مكاتب الدراسات الهندسيه، ولكن يجب الانفتاح على القضايا الكبرى والتمركز حول الهدف طبعا، يعني باش نكونوا واعيين. تعزيز هياكل النقابه، لانه واخا حنا كنا 8 ديال العناصر 8 ديال المكاتب وتقريبا واحد 3 القطاعات، ولكن هذا لا يكفي لنا حنا اللي حدين عندنا 12 جهه على الصعيد الوطني، عندنا يعني بزاف ديال القطاعات، ولكن العكس حنا تلاشينا في عدد ما نكونوا اكثر تلاشينا. دونك العمل لا زال يعني في البدايه ديالو، وخص الاستمراريه وخص العمل الفعال، العمل المؤسسي الفعال المنظم المستمر ما يكبر يعني الطاقات خصوصا الشباب، والدفاع المهندس وتوفر الدعم التأطيري، وخصوصا في هذه اللحظه ديال هذه الجنيحه ولا اخرى، لابد من الدعم والتأطير ديال الهندسه وديال المهندسين وديال الاسر ديالهم في هذا المجال. وهذا الدور ما يمكن يسقط به الا النقابه، راه يعني بالتفصيل ديالها وبالمجالات المفتوحه في الوجه ديالها، كما قال سي الداودي، الجمعيه ماشي هي النقابه، لان واحده مكونه بظاهر 1957 والاخرى بظاهر 1958. لكل نقابه يعني واجبات وحقوق، وللجمعيه واجبات وحقوق. هناك بعض الامور لا يمكن ان تقوم بها الا النقابه، وهناك بعض الامور اللي يمكن يدفع بها النقابه والجمعيه في نفس الوقت. تطور جوده التكوين الهندسي، وهذا التطور اللي انطلقت يعني القضيه ديال 10000 مهندس، من بعد 14000 مهندس راه جات في الاسئله ديال الاخوان، 20000 مهندس واش شنو وصلنا، كانت يعني تحتاط النقطه ديال الجوده وديال المواكبات، الى بغيت نقول مواكبات المدارس العليا والمدارس ديال الهندسه فيما يخص مواكبه الاليات، مواكبه الاساتذه يعني الجيدين والمواد اللي هي تتصير العصر. والدفاع عن التعليم العمومي وجهه التكوين الهندسي، لانه ولاد الشعب، احنا الاغلبيه ولاد الشعب لحد الان احنا ولاد الشعب، اقرنا في التكوين الهندسي العمومي. خصو يستمر وخصو يعطي نفس الجوده وخصو يقضي القضايا ديالو ديال الامه الكونيه، خصو لابد يقوم بها. تواصل البناء المستمر، وهذه النقطة اللي سي العيتي ما طرق ليهاش ولا سي الداودي، اللي حنا عندنا التواصل ضعيف. التواصل خصو يكون فعلا بواحد القوة ديال اللي تطلبها المرحلة، مع الشرائح الهندسية، مع الشركات، مع مكاتب الدراسات، مع المجتمع ديال الطلبة المهندسين، مع المدارس ديال التكوين سواء على الجامعة التخصصات ديالها، ومع المنظمات والجمعيات الهندسيه اللي هي يعني لا تحصى ولا تعد، جميع التنظيمات اللي يمكن هذا هو الهدف من كان من الهيئه الوطنيه للمهندسين، وهي فعلا باش تجمع كل شيء هذا الهاله من الجمعيات ومن التكوينات، وتعطي واحد القالب ديال المراقبه والاستمراريه وديال الجوده. دونك النموذج اللي ذكرت عليه، الفئات الهندسيه ذكرت عليهم، الدفاع عن القضيه المصيريه والعادله للوطن، لابد لنا المهندس هو ضمن جميع الكائنات ديال المجتمع، خصو يكون تشارك المجتمع ديالو جميع القضايا. من القضايا المهندس هو الواحد اللي ما عندوش قضايا كبيره وقضايا صغيره، جميع القضايا هي كبيره وجميع القضايا يعني خصها نوع من الاهتمام ونوع من المعاينة والمواكبة ونوع من إلى التأطير. مجال العمل، الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمهندسين، وراه كلكم تطرقتوا ليها، كنا حنا بدينا بالملف ديال المهندسين في القطاع العام، ولكن القطاع العام لا يمثل في جميع التكوينات ديالو أقل من 1% فيما يخص المهندسين، استغلال المهندسين. دونك الهدف هو يكون القطاع الخاص وتنظيم القطاع الخاص والدفاع عن الحقوق، وفي هذه الفتره معينه مجموعه المهندسين غادي يعرفوا واحد الا بغيت نقول اجراءات تعسفيه، لانه كما قال السي الداودي اللي كان هو
في قطاع ديال التأطير كان يعني الكلام الضعيف اللي يمكن ليه يطبق عليه المسطرة هو المهندس. لا زال هذه العملية قائمة لحد الآن، ولازال المهندس هو الكائن الضعيف من أجل تطبيق جميع الإجراءات سواء كانت إيجابية ولا سلبية. كما قلت المسامة في إحداث إطار لتنظيم مهنة المهندسة اللي هو الهيئة الوطنية للمهندسين والقضية المركزية للأمة والانفتاح أكثر على الطلبة وغيره. دونك هنا كاين مشروع بالنسبة للمستقبل، كاين مشروع فيما يخص يعني هذه النقاط واللي تقريبا تنظر تقريبا واحد 12 نقطة مشروع كيف المؤشر والتنظيم ديالو فيما يخص الاستراتيجية. هذا بالإزاز لا سمعتوا ليا غادي نخرج من هذا باش هذا باش الإخوان يكون عندهم لا سمحتي ليا واحد النظرة على النقابة وعلى العمل المستقبلي المسائل.